تطأ أقدام بعثة الأمم المتحدة من جديد أراضي إقليم قرباغ الأذربيجاني بعد 30 عاماً من غياب فرضه الاحتلال الأرمني للإقليم. عودة البعثة جاءت بناء على دعوة وجهتها الخارجية الأذربيجانية إلى المنظمة الأممية لزيارة البلاد بعد أن أعادت السيطرة على قرباغ، وستسعى البعثة خلال وجودها إلى تقييم الوضع على الأرض وتحديد الحاجات الإنسانية لكل من الباقين والمغادرين، إضافة إلى حث جميع الأطراف على احترام القانون الدولي. وفي سياق تمشيط الإقليم من أثار الإرهابيين وما تركوه من أسلحة وراءهم، تستمر وزارة الدفاع الأذربيجانية في مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، وآخرها داخل مصانع مهجورة بقرباغ، بينها أسلحة نارية وصناديق ملأى بقذائف الهاون عثرت عليها القوات الأذربيجانية داخل مصانع مدنية. خطوات تسعى من خلالها باكو إلى بسط الأمن والاستقرار في المنطقة بالتزامن مع إزالتها لجميع المواقع القتالية ونقاط الدعم المتقدم والتحصينات العسكرية التي انسحب منها المسلحون الأرمن في الإقليم. مقابل هذا تستمر يريفان في محاولة إلصاق تهم التطهير العرقي والإبادة الجماعية للسكان الأرمن في قرباغ بباكو، وهو ما تنفيه السلطات الأذربيجانية وتؤكد أنها لن ترد بمثل ما فعلته السلطات الأرمينية قبل 3 عقود إبان وجود القوات الأرمينية في الإقليم، وتشير إلى أنها تركت خيار البقاء أو المغادرة من قرباغ في يد السكان الأرمن أنفسهم. محمد جريمة، تي ار تي عربي.